لما استعملت كلمة الاستعمار ما كانش عندي أي قصد لأني أهين الدولة الجزائرية. تعبير مجازي، تعبير مجازي، وإنما قصدت به قدم الأثاث، لا أكثر ولا أقل. هذه من ناحية. من ناحية انصراف السيد الوالي وضح لي بأنه أمام الطاقم التربوي، أمام التلاميذ والطاقم التربوي، ما نجوش نحضر أمور خاصة. أما بالنسبة لإهانة البروتوكول بقوله، القول الذي قال لي تيزيفو، وعدني السيد الوالي بأنه سيتخذ إجراءات صارمة ضده. أما بالنسبة لإنشغالات الأساتذة في المدرسة الابتدائية، وعدني بأنه ستكون هناك التفاتة نحو المدرسة الابتدائية والأستاذ في المدرسة الابتدائية اللي راه يعاني المدرسة الابتدائية. ونشكر كل من تضامن معي، كل من تضامن معي، وجدنا بدائل التغيير والدليل راح أمامكم. تم تأثيث مؤسستنا الحمد لله، وسيتم تأثيث كل المدارس. هذا ما وعدنا به الفريق.